صباحكم مرة تانية. وفي إطار ما تبذله القوات المسلحة والشرطة في محاربة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله للقضاء على جماعات الإرهاب الغاشمة التي تستهدف مصر وأمنها وشعبها، أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاع المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجمعة الماضية عن بدء تنفيذ خطة مجابهة شاملة للعناصر الإرهابية والإجرامية في شمال ووسط سيناء ومناطق الدلتا والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، الأمر الذي لفت أنظار كل وسائل الإعلام العالمية والعربية وكذلك المصرية، خاصة مع إصدار المتحدث العسكري بيان شبه يومي بتفاصيل الأحداث. هنقرا النهاردة المشهد وتعاطي الصحافة الغربية مع العملية الشاملة سيناء. هتكون نورانا في الاستوديو أمينة خيري الكاتبة الصحفية. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم، منورانا. هبدا معاكي الاول يعني بنظره عامه كده، واحنا يمكن دخلنا في البيان التاسع للقوات المسلحه، شايفه ازاي سير العمليات من الاول الى الان، وهل يعني في وجهه نظرك ده بعت الرسائل المطلوبه للخارج قبل الداخل؟ طبعا هو بعت الرسائل المطلوبة، وأولا طبعا بحيي القوات المسلحة على التصرف أو التعامل بمهنية شديدة جدا مع العملية الشاملة يعني الدائرة يعني في سيناء. فكرة إصدار بيانات شبه يومية مفصلة بالأعداد وبالتفاصيل اللي المفروض يعرفها الإعلام، سواء الإعلام المصري أو العربي أو الدولي، الحقيقة منتهى المهنية، علشان كان في أوقات سابقة وفي سنوات سابقة كان بيبقى في يعني بعض الملحوظات ان مش معروف قوي ايه اللي بيحصل بالظبط، او مش معروف قوي ايه نتيجه هذه الحملات وكده. فالحقيقه ان احنا بنتعامل بمهنيه شديده، واللي احنا كنا دايما بنطالب بيه ان يبقى في زي مؤتمرات صحفيه احيانا بيتم انعقادها، وبالتالي ما فيش اي حجه لا داخليا ولا خارجيا ولا اقليميا ولا دوليا ان احنا نقول ان المعلومات مش موجوده. الرسائل اللي حضرتك سالتني، الرسائل المطلوب توصيلها، ايوه الرسائل المطلوب توصيلها تم توصيلها، ولكن العبره بالنيات، لان في نيات بتبقى طبعا احنا مش مهمتنا ان احنا نبحث يعني في النيات، ولكن كما هو واضح من طريقه تغطيات الكثير من وسائل الاعلام خصوصا الغربيه اللي هي المعروف انها كانت معروفه بمهنيتها وحيادها وان هي دي صوت يعني ما يحدث في جميع انحاء العالم، الحقيقه فيها عده مشاكل مشاكل فيما يتعلق برؤيتهم برؤيتهم في استخدام بعض الالفاظ. يعني ممكن حضرتك تكون بتكتب خبر المفروض ان هو بمنتهى المهنيه ومنتهى الحياد، ولكن استخدام بعض النعوت يعني او الادجكتيفز او الاوصاف فيها. يعني هقول حضرتك على حاجه، حتى هذه اللحظه بيتم توصيف ما يحدث في سيناء ان هو اولا اعتداء او عدوان، كلمه اوفنسيف. ثانيا الوضع في سيناء اوفنسيف ده، يعني هل ممكن عشان برضه نقرا مع حضرتك، يعني مثلا قدامي الايكونومست دلوقتي ايجيبت جوز اون ذا اوفنسيف ان سيناء، يعني هل مقصود بالاوفنسيف ممكن تبقى فكره يعني كما اعلن القوى الغاشمه استخدام القوى الغاشمه ولا ما بيفسروها؟ احنا حصل مشكله او لبس في تفسير لما الرئيس السيسي قال استخدام القوى الغاشمه، بعض الناس قالت غاشمه يعني ظالمه، فطبعا يعني كلمه اوفنسيف هي المفروض انها لا تستخدم بالنسبه لعمليه عسكريه بتقوم بها دوله ذات سياده علشان القضاء على عمليات ارهابيه او القضاء على الارهابيه. قلنا المنشات كمان يا شباب، جيش او دوله مثلا خارجيه بتعتدي على دوله اخرى مثلا، يعني فدي حاجه. الحاجه الثانيه كلمه انسرجنسي، انسرجنسي معناها تمرد، يعني ما يحدث في سيناء هو ليس تمرد. يعني التمرد ده بيبقى فيه مجموعه من المواطنين، وفي تمرد في شكوى، في عايزين قلب نظام حكم، في عايزين يعني ينقلبوا على النظام الموجود. فكلمه انسرجنسي هنا هي الحقيقه غير دقيقه اطلاقا، وخصوصا ان في عدد كبير من المقاتلين هم ليسوا مصريين من الاصل يعني. فيعني التوصيف بتاعها هنا يعني مش مظبوط الحقيقه خالص. المقال اللي حضرتك اشرت اليه في الايكونومست هو منشور ورقيا تحت عنوان ابيثي اند انجر، ابيثي بمعنى يعني الفتور او عدم الرغبه في المشاركه، وانجر هو الغضب. والمقصود هنا حسب المقال الغضب هو غضب المواطنين. ويعني انا الحقيقه شايفه من وجهه نظري ان المقال مكتوب بطريقه تبدو بالنسبه لغير المواكب او غير المعايش للوضع في مصر ان هو مقال بيغطي الاوضاع، ولكن هو المقال مكتوب وكان حد قاعد على الطرف الاخر، يعني ان المصريين كلهم او المواطنين المصريين المقيمين في سيناء غاضبين مما يحدث ومن الانتهاكات التي تحدث. يعني فده الحقيقه ده اللي انا بقول عليه، ان ممكن تبقى تبدو يبدو المقال او يبدو التغطيه
الخبريه لما يحدث في سيناء في بعض وسائل الاعلام الغربيه انها بتتبع المهنيه والحياه ولكنها ليست كذلك يعني مش كل طب لو خدنا على الوجه الاخر طيب اكيد في المتابعات الصحافه الغربيه والعربيه كمان في الفتره الاخيره يعني اكيد لاحظت مثلا انه في جرايد اخرى او صحافه اخرى او وكالات اخرى فيها شيء من الحياديه اللي يلتزموا ببيان المتحدث العسكري مثلا زي مين؟ طيب يعني الصحف طبعا علشان احنا في يعني على مدى السبع سنوات الماضيه احنا في عصر الاستقطاب الكبير ان الانظمه اللي هتبقى دعمه لمصر او تقف في صف مصر او تقف في صف الحق هي بتبقى تغطيات يعني مواكبه لما يحدث في مصر وبتنقل الحقيقه بالظبط. وعلى الصعيد الاخر يعني هتلاقي مثلا حاجه زي الجزيره سواء من موقع الموقع الالكتروني بتاعها او الجزيره نفسها التغطية كلها برضو تبدو بالعين المجردة حتى جزيرة انترناشنال هي طبعا مسموعة جدا في طبعاً. الخارج طبعاً. تبدو للوهلة الأولى أن هم بيغطوا بطريقة مهنية عادية لكن نرجع تاني للناحية اللي هي ممكن صحيحك حتى برضو في الجزئية دي احنا خلينا نقول انه في دايما كده خطوط عريضه هم بتبقى دايما مدخلهم فيما يتعلق باي شيء او عمليه عسكريه في مصر انه اول قصه المدنيين واستهداف المدنيين وثانيا يعني الملحوظ بقى دلوقتي مؤخرا انه لما لقى موضوع المدنيين مش نافع قوي وانه الدنيا برده مش بالسوء اللي هم بيذكروه بداوا يلعبوا على فكره استخدام اسلحه القنابل العنقوديه ودي بي بي سي ده امنيستي تقرير امنيستي انترناشونال وده برده بس يعني انا استغربت الصراحه ده يمكن ده ليفل تاني خالص او مستوى تاني خالص هم بيستخدموا الحقيقه يعني انا اللي شايفاه ان هم بيستخدموا كل الاسلحه وكل الادوات الممكنه وغير الممكنه كمان طبعا امنيستي ليها سمعه طيبه جدا في الخارج وبيتم استخدامها من قبل بعض الدول في الاقليم لاغراض سياسيه بحته اوكي فالتقرير طبعا اللي صادر عن امنيستي ومحدش على فكره بره بيتساءل عن هذه المنظمات اللي هي المفروض المنظمات بتدافع عن الحقوق وبتدافع عن الحريات محدش بيتساءل هل هي تقف على الحياد بالفعل هي نفسها كمنظمه او هي نفسها كتقارير صادره عن هذه المنظمات ولا لا زيها زي هيومن رايتس ووتش الحقيقه التقرير اللي صادر عن امنيستي يعني هو مليء بالمغالطات وابرز هذه المغالطات لو حضرتك عندك التقرير اولا استخدام القنابل العنقوديه وثانيا يعني في عباره الحقيقه مستخدمه عباره غريبه جدا ما معناه ان معروف ان القوات الجويه المصريه دائما يعني ما تقوم بعمليات غير محدده وغير دقيقه وانها بتستهدف المدنيين دائما طبعا ده شيء يعني يعني انا مش عارفه الحقيقه هل هو يستوجب الرد الرسمي من المعروف اصلا ولما حضرتك تكون منظمه بهذه يعني المهنيه وهذا هذه العراقه في مجال الحريات والدفاع عن الحقوق طيب لما حضرتك بتقول ستيتمنت زي دي او بتقول معلومه حسب ما هم بيقولوا معلومه زي دي مش المفروض انها تبقى موثقه ايه بقى الكيسز او ايه الادله اللي حصلت ان القوات بتعمل كذا كذا او ان هي بتستهدف مدنيين ما فكره استهداف المدنيين يعني ايه يعني ايه الغرض لما يكون في جيش بيستهدف مدنيين يبقى في اهداف معينه ايه هي الاهداف يعني حتى حاجات هي بالعقل كده الحقيقه منطقيا اللي بتفسرها هو حصل النهارده يعني. ان في بيان طلع من اعتقد لجنه العلاقات الخارجيه في مجلس النواب بيرد على التقرير الصادر عن امنيستي بس احنا محتاجين شيء مختلف عن مجرد بيان طالع من مجلس النواب.